مساء الخير. بالتزامن مع اليوم الثاني من الإقفال العام وأول يوم أحد يمنع فيه تجول السيارات والمركبات، نشر ناشطون صور للمشهد ببيروت وبمختلف المناطق اللبنانية، حيث بدت الطرقات فارغة من السيارات. كل المحلات مسكرة. أما بالنسبة للانتخابات الأمريكية، غطت شعارات مؤيدة لترامب سما سيدني بأستراليا، وذلك تزامناً مع تظاهرات أقيمت بواشنطن دعماً لترامب بعد خسارة بوش بايدن، معتبراً أنه الانتخابات مزورة وفاسدة. وبعد أيام من خسارته بالانتخابات، اداور رواد السوشيال ميديا صور تظهر شعارات مثل ترامب وترامب 2020 أطلقتها طائرة مجهولة وغطت مدينة سيدني. وتساءل مغردون عبر تويتر مين معقول يكون وراء هالحملة لدعم ترامب بأستراليا. وأخيراً فعلاً سنة 2020 ما عم بتأثر أبداً بمفاجأتنا بقصص غريبة عجيبة، وأخرها كان ظهور جودزيلا بأمريكا وتحديداً بولاية فلوريدا. وانتشر فيديو يظهر فيه تمساح ضخم متواجد داخل ملعب للغولف بنابولي، وهالأمر شائع بأمريكا كون ولاعب الغولف تحتوي على مسطحات مائية واسعة نوعاً ما، إلا أن حجم التمساح العملاق اللي ظهر بولاية فلوريدا كان غير مسبوق، وكانت التعليقات الأكثر تداولاً ضخم مثل الديناصور وبعيش جودزيلا بنابولي. ومع هالخبر بنكون وصلنا لختام فقرة السوشيال ميديا. للمزيد تابعونا بكرة. تصبحوا على خير.